تكون أحلى شباب في الكون. مصر هتزرع كذا مليون، هنصمم عالحلم ونوصل، وطريقنا اللي ابتدى راح يكمل بالصبر هيحلى وهيهون. يا رب بفضلك قدرنا، وعلى كل العقبات تنصرنا، والصحراء الصفراء تخضرا، وساعدنا بإيدنا نطورا. بسم الله على الله توكل، حددنا هدفنا وسكتنا، بإيدينا احنا هنزرع عقنا، واللي بينوي بجد بيقدر لما يهل مشاهدينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج من سيزرع المليون. الحقيقة قبل الهوى في خبر حزين سمعناه وأعلن عنه المتحدث العسكري من حوالي نص ساعة أو ساعة، هو استشهاد 10 من أفراد القوات المسلحة في واقعة مؤسفة من الإرهاب المظلم. 8 عساكر وظابط وصف ظابط استشهدوا في نتيجة عبوة نسفة في أحد المركبات التابعة للقوات المسلحة المدرعة. يعني الحقيقة ما نعرفش هذا الإرهاب هيواصل عملياته الخسيسة لإمتى. في قبل إفطار رمضان يعني الناس بتفطر وتعرضوا لهجوم أو تعرضوا لعبوة نسفة هم قبل ما يفطروا، ده أي دين؟ يعني أنا مش عارف ده، هل ده من الدين أو هل ده من الإنسانية عموماً؟ الناس دي ازاي بتفكر؟ خبر محزن. احنا بنعزي قوات المسلحه وبنعزي الشعب المصري، وان شاء الله باذن الله زي ما احنا اخذنا بصقر المصريين وبصقر القوات المسلحه اخذت بصقرنا قبل كده، هناخد ثاني وثالث وعاشر، وان شاء الله كل المصريين مستعدين يحاربوا مع قوات المسلحه، وكلنا شاركنا لفتره كبيره مع الجيش المصري، وان شاء الله هذا الارهاب ينتهي عن قريب. وبالفعل كانت جهود الجيش المصري لها تأثيرها الكبير على انخفاض معدلات الحوادث الإرهابية خلال الفترة الأخيرة. مش عارفين نقول ايه، يعني المفروض احنا التعزية دي نفرح لشهداء الجيش وشهداء الوطن. النهاردة ان شاء الله بإذن الله هنتكلم في برنامج من سيزرع المليون عن مانح الحياة. مين هو مانح الحياة؟ برا مصر بيطلقوا على الفلاحين أو على المزارع أنه مانح الحياة، هو الذي يمنح الحياة مش بس للبشر ومش بس للمواطنين ومش بس للشعوب، لا كمان بيمنح الحياة للتربة، بيمنح الحياة للبيئة، بيمنح الحياة لكل كائن موجود على وجه الأرض. احنا معنا المهندس عادل زيدان، رئيس مجلس إدارة شركة أفرولاند ورئيس جمعية مزارعي المليون ونص مليون فدان. أهلا بحضرتك أستاذ عادل. أهلا بيكم، أهلا بالسادة المشاهدين الشعب، أهلا بسعادتك. الله يخلي حضرتك. وكمان معنا الحاج عيسى الفلاح، الفلاح الفصيح. أهلا بيك أهلا بالسادة المشاهدين الشعب. عيسى ربنا يخلي حضرتك يا رب. يعني دور الفلاحين أستاذنا لا يقل أهمية عن دور الناس اللي بتستشهد في سيناء. بيشتغلوا بيجتهدوا وبيدعموا الدولة في مسيرتها وفي عمليات التنمية الاقتصادية اللي فيها. عاوز أعرف من حضرتك في ظل هذه الظروف اللي بيعاني منها كل العالم، إزاي الفلاح المصري والمزارع المصري بيمنح الحياة للمصريين؟ والله الأول يعني قبل ما أتكلم عن الفلاح المصري لازم أتكلم عن ابن الفلاح المصري اللي هو الضابط اللي توفى الملازم النهارده، والثمان جنود دول ولادنا، اولاد الفلاحين. فلازم اعزي مصر كلها، واعزي نفسي، واعزي اسر الشهداء، واعزي القوات المسلحه، ونعزي كل مؤسسات الدوله، ونعزي السيد الرئيس لان دول ولاده في الحادث الاليم ده. ونقول للإرهابيين ونقول للقائمين على الإرهاب الأسود في كل مكان في مصر لن تفلتوا من العقاب في ظل وجود هذا الجيش العظيم، وظل وجود هذه الشرطة المصرية المحترمة، وظل وجود قانون يطبق على الجميع، وفي ظل وجود أسد زي هذا الرجل
اللي خد على نفسه عهد بان اي حد يعكر على الشعب المصري صفه وحياته لابد انه ينتقم منه شر الانتقام. طبعا لن يفلته بهذا العمل. احب اقول ان لابد يكون الاعلام عليه دور كبير جدا الفتره اللي جايه، والناس اللي بتزعل من الساده الاعلاميين المحترمين اللي زي الاستاذ احمد موسى وزي الاستاذ عمرو اديب وزي الاستاذ اسامه كمال وزي سعادتك ناس الامراء المحترمين اللي بيحاولوا يفهموا الناس ايه هي الحقيقه. الحقيقه مره جدا جدا جدا، قدموا رساله واضحه تمام. فلا خدوا بالكم، الناس دي بتقول الحقيقه، الناس دي ما بتزودش على الحقيقه، الناس دي بتقول الحقيقه. الحقيقه مره جدا. انا بحيي الشركه المنتجه لمسلسل الاختيار، قصه حياه البطل احمد منسي الله يرحمه وزملائه، اللي بينت لنا مدى بشاعه هذه الناس اللي هم بيحاربونا باسم الدين وهم مش من الدين في شيء، مغيبين ما يعرفوش حاجه عن الدين، ارهاب اسود. فطبعا ده ارهاب اسود بيحد بي 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 بيحاول يعوق عجله التنميه اللي حاصله، بيحاول يقلل من كل انجاز بتعمل بيتعمل في البلد، بيحاول اسقاط الدوله المصريه. فطبعا لا يعني يفعل ما يشاء، ولكن احنا ان شاء الله باذن الله بنراهن على جيشنا وبنراهن على شرطتنا وعلى القانون اللي بيحكم البلد دي ان شاء الله باذن الله، وبنراهن على سيادة الرئيس ان احنا ان شاء الله باذن الله قادرين على دحر هذا الارهاب. واحنا احنا كمصريين لا نملك الا الدعاء للشهداء والدعاء ان ربنا يكون في عون الرئيس سيادة الرئيس ويكون في عون الحكومه في اللي احنا بنعيشه حاليا، ويكون في عون كل الناس، يكون في عون الفلاحين، ويكون في عون المصريين اللي عاملين بالخارج، يكون في عون كل حد في البلد دي بيحبها مجتهد وبيتعب وعنده انتماء لبلده بالظبط. وزي يعني اذا يعني اذا كان في فرصه للاجابه على السؤال بتاع حضرتك، ففعلا الفلاح هو مانح الحياه في كل شيء في مصر. الفلاح المصري هو ملح الارض، هو اساس مصر، هو اساس البلد دي، هو اللي بيخرج الدكتور، هو اللي بيخرج الضابط، هو اللي بيخرج المهندس. فلو قلنا احنا عندنا جيش مصر، الحقيقه فيها جيش مصر اللي هو الوطني اللي هو القوات المسلحه كله من ابناء الفلاحين، من كل بيت جندي. فدي اول حاجه بيقدمها الفلاح لمصر، بيقدم لهم ولاده، بيقدم لمصر ولاده، دي اول حاجه. الفلاح المصري اصلا كمان هو جندي في جيش اسمه الجيش الاخضر. احنا الحمد لله عندنا كل بلد في الدنيا لها جيش، احنا عندنا مصر ليها 1000 جيش، ليها جيش اخضر وجيش ابيض والقوات المسلحه والشرطه المصريه، كل دي جيوش في ظهر البلد تمام. الفلاح المصري هو قائد مقام رئيس اركان الجيش الاخضر، هو الفلاح المصري، خد بال حضرتك. فالفلاح المصري ده هو العمود الفقري للبلد بالظبط، هو ملح الارض دي، وهو كل حاجه في البلد دي. فهو بالفعل هو مانح الحياه لمصر. وعلى فكره المؤسسات الحكوميه والحكومه وسياده الرئيس يعني يا اني كما يا اني الفلاح ويعلم قيمه الفلاح. ويمكن الفلاح يمكن شايف نفسه مهمش، لا الحقيقه لا، لان انا اذا كنت انا بقول ان ابني هو الدكتور وابني هو الصيدلي وابني هو اللي مربط على الحدود، هو اللي في الجيش، هو اللي في الشرطه، هو اللي في الشرطه، فهو كده بياخد حقه وبيدي البلد وليه قيمته في المجتمع، وليه قيمته في المجتمع. كل واحد فينا اول ما بيشوف، اما بشوف الجلابيه دي افتكر ابويا وجدي، افتكر نفسي. احنا كلنا اساسا كلنا عارفين ان الفلاح هو الاصل. طالما شفت حد بجلابيه وفيه بيبقى فيه وقار، صح، في مبدا، وحاسس ان الراجل ده اصيل وصاحب مبدا وطيب ومحترم، ده حق، قوم بالواجب وكريم، ده حق ونضيف، ده حق هو بياخده من المجتمع برضه. انما احنا نتمنى ان يكون عندنا نقابه مهنيه تدي الفلاح حقه في التامين الصحي، تدي له حقه في انه يبقى عنده معاش. طب احنا عاوزين قبل ما نتكلم في النقطه دي، علشان النقطه دي مهمه جدا وهتاخد وقت، احنا هنروح للحاج عيسى. حاج عيسى، يعني تعليقك على الحادث وتعليقك على ان الفلاح
هو مانح الحياة. احنا نقول بس اللهم ارحم شهداء الوطن من الجيش والشرطة والشعب الذين ضحوا بأنفسهم من أجل استقرار الدولة المصرية. يعني الناس دي يعني تعبان الأيام دي، حتى المؤسسة الشرطية على ضغوط عشان فيروس الكورونا والحظر. يعني الناس دي أنا فعلا الناس دي حسيت بتعبها الأيام دي. أنا ما قبل كده ما كانش حد تعبان جاي، ولا الأيام دي في ضغوط كبيرة على المؤسسة الشرطية وعلى المؤسسة العسكرية وعلى الشعب نفسه. الناس اللي مكبوتة وقاعدة جوا وتعبانة وقرفانة، والناس اللي طبعا الخير اللي ما يعمل خير مع واحد واللي ما يقف مع واحد. بس احنا ما نجد الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظرة لأولاده وإخواته اللي هم في خارج البلاد، اللي هم ما إنه عايزين ينزلوا إلى إجازات. ناس كتير واخده إجازات برة علشان تنزل يقعد مع أهله شوية، واللي يصوم رمضان واللي عنده إجازة واللي هيتزوج واللي هيقابل أولاده. بس يعني هو في بالفعل يعني احنا كان في هو حصل ان في 9 دول، يعني في اجتماع مع 23 رحله جت من الخارج، دول العالقين فقط. انا ما باقي الناس يعني اللي معاك بالفعل. انت دلوقتي في ازمه، يعني ازمه كبيره، ازمه على العالم، في العالم في كله في حظر حركه الطيران، في ازمه في انك انت برضو على قد الامكانيات. انا بشتغل، ففي اجتماع بين الرئيس وزيره الهجره وزيره الخارجيه والوزارات المعنيه اتكلموا وزير الهجره، معلش لازم السفاره تفتح، وخدوا السفارات تفتح ابوابها. ناس كتيره مترن على التليفون يا عادل بيه، السفاره مش هم تجابني، انا مش هم قابل الكونسل، انا مش عارف اجي امضي ورقي، انا عايز انزل، عايز اشوف اهلي. بيحصل مشاكل بين الزوج والزوجه على نزول المغترب من الخارج. بس احنا عمي عيسى احنا في حاله حرب، في حالة حرب، حالة نفسية. لا كمان في حالة طوارئ عامة. يعني احنا النهاردة عندنا مرض او فيروس، تاخد بال حضرتك، عالمي مش في مصر بس، تاخد بال حضرتك. واحنا تمام. كلنا يعني كلنا جنود في محاربة هذا الفيروس، كل واحد فينا عليه تضحيات بيقدمها. الدولة المصرية بتقدم تضحيات كتير، زي ما سعادتك ذكرت، يمكن سعادتك ذكرت شفت قد ايه رئيس الجمهورية مهتم بان هو مش عايز حد من ولاده يموت. الرئيس عبد الفتاح السيسي تعبان ل 24 ساعة، لا لانه كان مقابل مؤامرات من الخارج. يعني الناس تقول لك طبعا ما يودوا طبعا بره مسقط ويودوا لامريكا عايزة ولا ايطاليا، لا. طب ما لو حصل يعني اي حاجة في دولتنا الناس دي هتساعدنا برضه. بالظبط. ما نفضلش نقول احنا لا، احنا ما نساعدش حد، ده باب النجار مكسر، ده باب النجار، ده انت جارك في البيت لو انت جبت له براد شاي وهو عنده موته، اللي احنا ما نعمله في مصر ده زي براد شاي وجازته ماء معدنيه. وانت تزعل لما تتعامل على انك رئيس الجمهوريه يكبر بلدك، لا في وسط الدول، لا ما هي بس اسمها دوله عظمى. صح صح. يعني احنا لما هي لما تساعد دول زي كده اسمها دوله عظمى. صح. يعني بيتعامل على ان بلدنا بلد كبير. مظبوط. واخد بال حضرتك، والمجتمع العالمي ليه حق عليها. ايوه واخد بال حضرتك، ويعلم تماما ان هو المواطن المصري لازم يعرف ان ده بيصنع مصر جديده ليها قيمه وليها ميزانها في المجتمع الدولي، في المجتمع العالمي والمجتمع الدولي. صح. وليها ميزان كبير واخد بال حضرتك، وبتعمل اللي عليها. بس انا اريد عادل بيه ان يعني الحكومه تلقي نظره للفلاح علشان طب احنا قبل ما نتكلم في النقطه دي نتكلم على النقابه المهنيه. النقابه المهنيه من حقها تبقى حاجه زي وزاره الزراعه، تشرف على المبيدات وتشرف على السمات وتشرف على البذور المضروبه المخشوشه. لا الزراعه ما تطلعش دي الارض. يعني الفدان النهارده ب 12000 جنيه جار، تزرع فيه ذره ما تطلعش، تاخد مواد ترش الارض، الزراعه تنشف، الفلاح اتعدم، الفلاح يعني راح من الدنيا، لا حول الله ولا قوة، تعبان، الناس تعبانة على الآخر. اللي عنده بهيمة والله نزلت التلتين، كانت البقرة بخمسين ألف جنيه النهاردة بعشرين ألف. يعني 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 الفلاح منهار من جميع، حتى الزراعة بتاعته ملهاش تسويق. المفروض إن الحكومة تعمل زراعة تعاقدية، بحيث لو أنا زرعت وفشلت يبقى الفشل من عندي أنا. انا مزرعة عقودية، عارف انا بقى اهو هجد واجتهد وهتعب ل 24 ساعة علشان اطلع محصول او اطلع منتج اخد عليه اجري.
انما النهارده طبعا مفيش يعني تعاقد غير في الباندر عشان السكر. لا ما يكونش فيه تعاقد عن الذره. لا ما يكونش فيه تعاقد عن البرسيم الناشف. بالفعل طب ما هو الرئيس لازم. الرئيس مصدق على قانون ايوه ما هو الاعلاف جاي قانون الزراعه التعاقديه في 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 يعني الرئيس الجمهوريه اما يدي قرارات يعادل بيه وفي ناس مش اما تنفذ. الرئيس اما يدي قرارات وفي ناس في الدوله مش اما تنفذ. ناس كتيره قاعده مش اما تنفذ في البرلمان. في يعني 10% ما يتكلموا من حق البلد ومن حق الفلاح ومن حق المواطن وناس اما تدخر خير لصندوق تحرير مصر. وفي ناس كتيره عاوزه اليوم السابع يصور فلان اتعارك مع فلان، فلان فضح فلان، اطلع بره مش عارف مين. دي ما ينفعش. طب احنا هنروح للاستاذ عادل. استاذ عادل فيما يخص النقابه المهنيه، يعني في الكثير من النقابات لكل المهندسين للاطباء للصحفيين للقضاه لكل يعني فئه في نقابه، ليه ما فيش نقابه للفلاحين؟ هو احنا ده السؤال ده نساله فيما قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي. ليه ما فيش ما كانش في حد بيهتم بالفلاح المصري قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ ايوه لم يتداول اساء من الاصل ان يبقى في نقابه للفلاح ولا حد كان بيجيب سيره هذا الكلام قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي. لانه كان منتعش عادل. اول رئيس ينتصر للفلاحين ويدعو لمناقشه قانون النقابه المهنيه الرئيس السيسي، هو الرئيس عبد الفتاح السيسي، لانه يعلم تماما انه هذا الرجل هو او هذا الفلاح هو العمود الفقري للبلد، عصب البلد وعصب البلد وملح الارض زي ما كنا بنقول. مظبوط. وعارف انه الراجل ده ليه حقوق كتير، فهو اول من سمح لمجلس النواب انه يناقش قانون النقابه المهنيه، وهذا القانون الان موجود في مجلس النواب. هذه النقابه المهنيه ممكن تحقق لنا ايه بالنسبه للفلاح؟ والله في يعني في حدود ما قرات عن النقابه المهنيه ان هي معموله بغرض عمل تامين صحي للفلاح وعمل معاش رقابه ورقابه للفلاح، وانها تاخد دور رقابي ايوه في مع الفلاح في الاسمده والمبيدات. مظبوط. وكل اللي قاله عم عيسى حتى ممكن يكون لها دور في مستقبلي في موضوع التصدير والاستيراد. تمام. فالنقابه المهنيه ان اراد الله سبحانه وتعالى وخرجت للنور وان شاء الله تخرج في عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي ويكون هو يوسف هذا العصر اللي انتصر للفلاح المنتج. تمام. اللي يطلع مصر من سنين عجاف الى سنين سمان ان شاء الله. تمام. باذن الله. اللي احنا المرحله اللي احنا فيها هي مرحله مطلوب من كل الناس الصبر فيها، بس لان اللي بيتحقق على التكاتف. الارض اللي بيتحقق على الارض شيء عظيم جدا جدا. حضرتك النهارده لو احنا قررنا مع بعض ان احنا اسره وقلنا هنحوش عشان نبني بيت بدل ما احنا قاعدين في بيت بالايجار، الا احنا النهارده مش هنوفر من اكلنا وقوتنا علشان خاطر نعمل جمعيات ونجيب قروض ونستلف عشان خاطر نبني بيت يسعنا كلنا؟ فعلا. هناخد فتره سنه 2 3 10 على قد امكانياتنا لحد ما نبني البيت ده. فالنهارده البيت ده بالاول حاجه بيتعمل له لبشه، وبعدين بيتعمل له قواعد واسمنتات وعمدان وصب السقف الدور الاول، وبعدين مباني، وبعدين بتشطبوا، وبعدين بلاط، وبعدين حتى يكتمل الهيكل النهائي. فعلا. هل فينا حد بيعرف يتهنى على لقمه ولا على قرش في جيبه لحد البيت ده ما يخلص؟ لا. بس بعد ما البيت يخلص بعد ما البيت بيخلص كلنا بننام كويسين فيه وبنرتاح، واللي كنا بنصرفه بنوفره. مظبوط. هذا ما يحدث الان في مصر. مظبوط. احنا بنبني بيت يسع مصر كلها. بنطلع للظهير الصحراوي الجديد، بنطلع من الوادي الضيق لافاق الوادي الاكثر اتساعا طبقا للمشروعات الزراعيه الجديده زي مشروع 1.5 مليون فدان، وطبقا لقانون 144 واخد بال حضرتك اللي اصدره الرئيس في سنه 2017. تمام. واخد بال حضرتك؟ تمام. اللي هو بيلغي وبيقضي على البيروقراطيه في تمليك الاراضي، وده برضه حق للفلاح. حد كان الاول يقدر يملك فدان؟ انت النهارده الريف المصري بيخليك تاخد عقد قبل ما تنزل تزرع. حد كان النهارده ياخد ايراد من 2006؟ مفيش حد بيشتري.
فالنهارده ده اكبر حق للمزارع والفلاح الناس والشاب. الناس من الصدمه مش مصدقه ان في تمليك صح بالظبط. الناس بتسال هو صح هو في تمليك ولا ما فيش؟ ايوه يعني ده سؤال. ايوه بالظبط كده. يبقى اذا النهارده احنا بنخرج تاخد الحضاره وبنبني بلد جديد تمام. بيجي لنا بقى عراقيل زي مثلا يجي عمل ارهابي اسود زي اللي شفناه ده وزي اللي حصل النهارده زي تاجر ده عرقيل ده بيعرقل. محدش عايزك تبني، خليك وانت شايل طوبه كده بتبنيها يضربك بطوبه في ظهرك تبص وعايزك تبص وراك النخله لما تطلع طن صح بيضربوها بالطوب. فالبلد النهارده بدا تظهر ثمارها في المنطقه العربيه. احنا مصر بدات تسترجع دورها الاقليمي ودورها الزراعي في المجتمع العالمي. مصر النهارده بقت تسترجع دورها العالمي. مصر زراعيا النهارده بتسترجع دورها الزراعي. النهارده انت بتصدر الزراعات والمنتجات المصريه النهارده بتسود العالم كله. احنا الاولى في وكمان يعني النهارده وزاره الزراعه اعلنت ان احنا الاولى في العالم في تصدير البرتقال صح. وفي كمان ده رغم ايه؟ رغم هجمات شرسه صح على السوشيال ميديا من أيوة. من لان في بلاد ثانيه بتصدر غير اللي هي متطرفه. الناس دي شحنات البصل للكويت. الناس دي مش عايزاك تنام راضي عن لا رئيس الجمهوريه ولا الدوله المصريه. وان قدرت ما تخليكش تبقى راضي عن بيتك اللي انت عايش فيه وعيالك اللي عايشين معاك. في تحالف عدائي اللي مصر. انت عايش معاه دول واخدين خط تحالف عدائي واخد بال حضرتك. هم مش عايزينك تبقى راضي عن اي حاجه في حياتك ولما واحد يستخدم فيديو وعايزين يفسدوا عليك من 10 أيوه. سنين كل حاجه. لو اقتنعت ان انت ان ان, إن بلدك مش كويسه هيجي على بيتك. لكن هي الحقيقه ان هو يعني ده منهج وده اعلام ممنهج ومخطط ممنهج لضعف الدولة المصرية لتعكير حياة الناس وصفوا الناس عشان الناس ما تحسش بقيمة اللي بيحصل. بس احنا قاعد البيع عايزين نرجع للقيم والأخلاق زي الناس اللي احنا بنشوفها على السوشيال ميديا وعلى التلفاز اللي هي بتعمل فيديوهات وعلى التيك توك يعني كلام مش كويس يعني مثل الناس اللي اتحبست دي. احنا سمعنا صح بس النائب العام الاول مره النائب العام في نائب عام يهتم القانون. احنا عايزين كده وعايزين الناس ترجع لربنا شويه. ما هو ايوه القانون بيحكم ذلك. لكن احنا عندنا احنا عايزين حاجه نعمل تغيير مسار في سلوكياتنا أيوة. كلها احنا المشكله عندنا في سلوكياتنا. سلوكياتنا زفت لما حد اخلاقيه. هو احنا النهارده بقى احنا عايزين الدوله تضبط سلوكيات الناس تضبط بق الناس تعمل مش عارف ايه. كل واحد يبدا بنفسه. الله ينور على حضرتك. يبقى الدوله عليها اللي عليها بتعمله في حدود الامكانيات المتاحه. طب واخد بال حضرتك تمام. يبقى احنا النهارده اللي نقدر نقوله ان النقابه المهنيه نرجع تاني للفلاح ملح الارض ومانح الحياه. الفلاح في النقابة المهنية إن خرجت إن شاء الله بإذن الله وإن شاء الله هتخرج في عهد هذا الرجل العظيم هيكون الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أول رئيس من 7000 سنة عمل ينتصر للفلاح المصري ويجعل مثل ما عمل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عليه رحمة الله. بالظبط حضرتك. الرئيس جمال عبد الناصر وزع الأراضي على الفلاحين. إحنا النهاردة من الإقطاعيين. أنا جالس سعادتك إحنا النهاردة عندنا نفس السلوك. احنا النهارده عندنا اراضي بتوزع 18000 جنيه الفدان تدفع 5% يعني 1100 جنيه وبعدين استلام 1100 جنيه وتقسط على 13 ولا 14 مزبوط. سنه فده في حد ذاته 10 20 صح. سنه هتلاقي الارض دي بثمن اغلى من الكلام ده. وايه بقى انت الاول اتوزعت عليك ارض اصلاح ايوه النهارده انت ملك بتاعتك من دلوقتي ايوه بتاعتك. يبقى اللي بيحصل ده انت مالك. اقوى من اللي حصل ايام الرئيس عبد الناصر. الاقطاعيين صح اقوى ايوه. انا بديك حقك في بلدك اهو ايوه وارضك ملكك انت مش ارض اصلاح زراعي لارض ملك. طب النقابه تنتصر اكتر. النقابه العامه للفلاحين المهنيه تنتصر اكتر انتصار اقوى من ده كله للفلاح. يكون عليها رقابه صح ويبقى على ما اكيد طالما رقابه للفلاح هي يعني هو بيوصل جانب الفلاح رقابه منها على ما يخص الفلاح طبعا على ما يخص الفلاح طبعا. هو اقول لسعادتك النهارده لو كل غرفه تجاريه كل في كل دوله في العالم بره وكل سفاره بقى فيها مندوب للفلاحين وللمنتجين الزراعيين زي الملحق الفلاحي مثلا. خدت بال حضرتك ملحق احنا مش هنلاقي مشكله في تصدير ايوه منتجات الفلاح ايوه. احنا عندنا النهارده هنا في مصر خد بال حضرتك لو احنا عندنا ما عندناش جشع تجار واحتكار في مصر حاجه الفلاح دي هتلاقي اللي ياخدها. لا ده الاحتكار هنا بالملايين صح.
الاحتكار في الدوله هنا اللي يمتلك النقود هو اللي محتكر، مع ان الفلاح المصري لما مصر عملت ثورات ما كلش ولا جاع هو الوحيد اللي ولا ارتاح في ايام الكورونا. قسما بالله انا شغال من الساعه 2 بعد الظهر لحد المغرب مادة. وانت جاي من الغيط على جنب وبيت اسقي الليل. طب روح تسقي على مفيش مفيش راح. العالم بص الله يعينه الله يعين الناس. انت بقى حضرتك بتتمنى ايه للفلاح؟ بس انا مش عارف اتكلم عشان انت موجود. انا اتمنى للفلاح ان ياخد مستحقاته من الدوله زي اي موظف عادي. اتمنى للفلاح ان يكون له تامين صحي. اتمنى للفلاح ان هو رئيس الجمهوريه يلقي نظره ويفرح قلوبنا مثل ما عمل الرئيس جمال عبد الناصر. انا طالب من الرئيس عبد الفتاح السيسي الفلاح المصري لانه هو عصب البلد. كان الفلاح اما يضخ على النجار ويضخ على الحداد ويضخ على بتاع السمات ويضخ على بتاع اللحوم ويضخ على جميع الموارد في الدوله والتجار في الدوله من ورا الفلاح. لما كان يزرع قطن كان يزوج ابنه ولا يزوج بنته. لما كان يزرع فول بلدي. النهارده الفول البلدي الفدان جايب حوالي 7-8 اردب، الاردب ب 3000 جنيه، فالفول البلدي. يعني انت حضرتك يعني حضرتك شايف ان بدايه مناقشه قانون النقابه المهنيه للفلاحين مش شايف ان ده انتصار كبير للدوله المصريه وللفلاح؟ أيوة. ايوه انتصار صح. ايوه شايف انتصار. احنا اللي بنقوله بنناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي. ايوه. وبنناشد الدكتور علي عبد العال بسرعه مناقشه قانون النقابه المهنيه صدور للفلاحين. ايوه وصدور القانون. تاخد بال حضرتك بنناشد الفلاحين انها تتبع الاساليب الحديثه ونناشد الحكومه بالكاء نظر الفلاح. بالظبط. تاخد بال حضرتك الفلاح في كل اموره كل مشتقات الفلاح. الفلاح هو اساس البلد في كل الامور وفي كل العصور. تمام. وهو اللي في يناير ما شفناهوش نزل، وهو اللي نزل وقف في 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 وحرس البلد في 30 يوم، وهو اللي حرس البلد وهو اللي زرع وهو اللي بياكل. ما هو منح الحياه عشان بياكلنا برضه. ايوه. يعني احنا الزراعه بتاعت الفلاح هي دي. يعني النهارده لو احنا ما عندناش قوتنا في الفتره دي كنا اتعورنا. كنا بالظبط كنا اتعورنا. لكن من ضمن الحاجات اللي سطرت البلد الفتره دي هو بالعكس هي الفلاح. وبالعكس احنا بنصدر اكبر يعني وسائل غذاء للدوله. هو الفلاح ما يقدم اكبر وسائل غذاء للدوله. طب احنا دلوقتي في موسم حصاد القمح. تمام. عاوزك تتكلم لي على موسم حصاد القمح. يا ريت الرئيس كنت طالب انا بس حاجه من الرئيس زي ما صرفوا للناس اللي هي طبعا 500 جنيه دي، يا ريته نزود اردب الجمح شويه للفلاح. يعني 700 جنيه 700 جنيه المفروض ب 1000 جنيه. اردب الجمح ما يقلش عن 1000 جنيه. اعتبر انت عطيت للفلاح المزارع زكاه زي الناس دي من صندوق تحيا مصر. ما ملكات المسلحه اتبرعت ب 100 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر. ما في عضو برلمان اتبرع ب 5 مليون جنيه. ما في ناس خيره. وفي حاجه ثانيه يا ريت نكون اتعلمنا من فيروس الكورونا حاجه. احمد ابو هشيمه تزوج مصرفش ربع جنيه. يا ريت كلنا نعمل كده. طب هو بقى ده عند الفلاح اكتر حد بيصرف على الافراح الفلاح. الفلاح يجيب لك مش عارف مين اما يغني ومين يشرب بيره ومين يشرب حشيشه ويعمل مولد وصاحبه غايب. صح. حصل. اه ده راجل اعمال اتجوز ب 10 جنيه. يبقى نقول ايه؟ يا ريت احنا الكورونا يعني نتعلم منها حاجه ونتعلم النظافه ونتعلم ان نخاف على انفسنا. لان بس طبعا ده قضاء الله واللي هيموت محدش هيحوشه ولا ياتيكم الموت لو كنتم في بروج مشيده. يعني مش هيحصل لك حاجه ودي بتاع ربنا. طب نكمل على القمح. انتاج القمح السنه دي انتاج القمح السنه دي ضعيف قوي. اللي يقول لك كتير كله انت كذاب. لان القمح المطر ضيعته. كل المطر ضيعت القمح. اللي المطر كانت شديده السنه دي. بس في ناس كتير قالت ده وصل ل 25 اردب للفدان. ما حصلش. ده انا كنت زارع. انت في المنيا. كان انت في المنيا فيها يعني مشكله. لا لا في جميع الدوله كلها. الجمح ضئيل السنه دي علشان ما حدش يقعد. انت الفدان عندك جاب كام اردب؟ جاب كام؟ بس ما تيجي اقول الحقيقه. هقول لك الحقيقه. يعني جاب حوالي 15.
الفدان 15 لا يبقى انت بتغزل هنا ماشي. والله لا اصل من 25 15 لا قول من 25 20 قام هيجيز لا هيجيب 80 رداد. طب والله في الفيوم في الفيوم يا حاج الناس كلموني هناك لسه كنا عاملين حلقه العام واصل 24 و25 رداد الفدان مكرونه وغير مكرونة بس بدري. فين بقى في الاماكن في يوسف الصديق في الاماكن الطينه الحلو. الاماكن الطينه بس انتوا بتزرعوا فين ارض الارض في الطينه برضه بس يعني اللي رجت ده السبله نفسها لما تموت السبله دي اول ما يجي عليها سبل تاني بس وزاره الزراعه كانت اصدرت اجراءات كتير لل لا وزاره الزراعه عامله شغل عالي مع الفلاح صح وزاره الزراعه قلنا لهم عاوزين نخل جوال كل فدان حتى نبقى بلد منتجه للتمر كل فدان كده في سكه مصدات رياح طريق 4 متر جنب الطرعه المفروض وزاره الزراعه عندها نخل مجدول ونخل بارحي كل فدان يتحط عليه 4 نخلات ولا 5 طب ما تروح تشتريهم ويراعيهم الفلاح طب انت ليه بدل ما انت مش قادر تجيب بدل ما يزرع شجر صفصاف يجيب افات على الزراعه ما هو الشجر ده مين اللي ادها هل الدوله المفروض توفر لك نخل ولا انت المفروض تجيب النخل تشتريه مين يشتريه طب ما تشتريه الفلاح يشتريه يعني في مركز المحاصص الزراعيه انت عارف تعمل توعيه للفلاح انه بدل ما يزرع الازهار ونعمل توعيه لوزاره الزراعه انها تزرع النخل كف الدوله ما انت وما نعرفش طريقه المشروع تعلم ان مصر من اوائل الدول بل هي الاولى منظمه الفاو وقالت ان مصر اول دوله منتجه للتمور في العالم ايوه طيب يعني احنا في مشروع 100000 لكن انت النهارده البحر يحب زياده عن اللزوم ماله بس اذا الفلاح في مصادر كتير انت بدل ما تزرع والمجدول انها تجيب تزرعه لا هو بدل ما يزرع انت دلوقتي بتقول وزاره الزراعه الحقيقه يعني وزاره الزراعه في المعمل المركزي للنخيل موفره شتلات نخيل برحي ونخيل مجدول وعليه الجوده كلها ومصدرها مضمون ومصدرها مضمون روح انت اشتري حصل ما المفروض بقى يعملوا اعلان عنه ان يا باشا ما اعلنوا روح الجمعيه كده الزراعيه انا مش شايف اعلان خالص لا اعلن والله انا شايف الجمعيات الزراعيه العالم نزل فيها كلام وعاوزين الاستاذ شعبان يمسك هنا في الجمعيه الزراعيه لا الاستاذ شعبان يمشي يمسك عيسى الفلاح مش عارفين الناس متنسق كيف طب انت كراجل الفلاح الفصيح ليه ما عملتش توعيه بين الناس وقلت لهم يا جماعه لا ما تزرعوش نخل او تزرعوش شجر غير منتج وبتسبب في ازمه للزرع وازرعوا نخيل برحي ومجدول وادي النخيل مواصفات 1 2 3 4 انا اقول لك حاجه برضو من الفلاح واعي شويه في فيديو في فيديو من الفيديوهات عنده حاجه من النباهه جوي يعني الفلاح عم يروح يزرع الصجر اللي بقول لك عليه ده الصفصاف واللي بيجيب افات ده في الريشه بتاع الترعه في الجسر علشان ما تجحش عشان كل الكراكه كل المياه ما تنخفض الكراكه تبعد الحفار يروح مخلع الصجر ده واجع تروح واجع الريشه كلها بتاع الترعه يعني هو مش يعني يعمل كده عشان خاطر يمسك الترعه النخله بالشعاب والنخله هتمسك برضه ما يزرع النخل في بس هو زي ما بقول لك يعني مش فاضي يعمل الحوار ده هو عايز كل حاجه ببلاش يعني لا ما فيش ببلاش الفلاح اول واحد تعبان ده كل حاجه عليه بالفلوس طيب صح انا معاك في الحته دي استاذ عادل يعني وزاره الزراعه قالت ان احنا زارعين حوالي 3 مليون و400 الف فدان قمح السنه دي حضرتك شايف المساحه دي وكميه الانتاج اللي هتوصل ان شاء الله لحوالي 9 مليون طن السنه دي او اكتر ازاي ممكن ندعم بها بيها المخزون الاستراتيجي من القمح المصري خاصه ان احنا دوله من اكبر الدول المستورده للقمح بص حضرتك خلينا نقول ان ما كانش في ترتيب من اي حد ان ربنا يكرمنا بهذا الانتاج والفيروس ده والايام دي فهي اراده الله سبحانه وتعالى في موسم في موسم وفي موسم يعني الفيروس جه في موسم الله ينور فاحنا الانتاج ان شاء الله الوفير السنه دي اللي ربنا رزق بيه مصر اخبر والنجيب بدون ترتيب ده بيثبت ان البلد دي محروسه من قبل الله عز وجل ومذكوره في القران الكريم بيثبت ان احنا لابد يبقى عندنا في وزاره الزراعه ارقام واحصاءات ومخططات في الانتاج اخبر حضرتك احنا محتاجين السنه دي ننتج قد ايه عشان ايه اخبر حضرتك استراتيجيه عامه كده تقول لا ازرع او ما تزرعش اخبر حضرتك فاللي حصل ده طبعا بيسند ظهرنا الفتره دي واللي جايه بان احنا عندنا مخزون استراتيجي من القمح يكفينا طب في ظل وجود الازمه الحاليه على الاقل هيخلينا نقلل الكميات اللي كنا بنستوردها من القمح واخد بال حضرتك يبقى في عندنا ثبات او مخزون استراتيجي فده هيوفر العمله الصعبه اللي كنا هنجيب بيها قمح من بره تمام زي تمام هيوفر بعض منها اثنين هيبقى عندي مخزون استراتيجي من القمح يكفيني على الاقل
لست شهور مظبوط الفتره اللي جايه، يبقى انا النهارده ده هيساعدني اكتر على مقاومه الفيروس اللي احنا فيه فيروس كورونا، ان انا عندي مخزون استراتيجي. عندي مخزون استراتيجي، خد بال حضرتك. لكن مما لا شك فيه ان احنا زي ما بنقول احنا عايزين حقوق الفلاح، احنا كمان أيوه. بنوصي الناس الفلاحين في اللي احنا منهم ان الناس تحافظ على نفسها اكتر من كده شويه بعدم الاختلاط. اذا كنت بتروح ارضك وبتروح غيطك وبتروح وبتيجي، روح ارضك وغيطك واعمل كل اللي انت بتقدر تعمله، بس ما تختلطش بالناس، بس حاول تقلل الاختلاط على اعتبار ان الاصابات بتزيد. وانت اقولهم عم احلى حاجه، ده انا شايف لك صور في تجمعات على طول، بس في الغيط مش في البيت. طب ايه الفرق؟ وانت هتروح لا البيت؟ لا ما في الغيط حاجه وفي البيت حاجه. في البيت في ناس وكسرت سكان، انا في الغيط ما فيش حد. طب انا ما اطلع الغيط وانت ما تطلع الغيط. أي بس انت بتجمع ناس حواليك في الغيط؟ هجمع ال 24 ساعه. طب ازاي؟ على الحاضر يعني؟ لا مش على الحاضر، محدش كسر الحاضر، مش الحاضر، انا بس اللي اكسر الحاضر. مش الحاضر، مش الحاضر، وقصدي الاستاذ شعبان ان الناس دي موجوده حوالين منك في الزرع. لا ما تخافش، الناس دي ما عندهاش كورونا. امال عندها ايه؟ الكورونا عند الناس اللي ما المحافظات اللي مطلة على البحر المتوسط، انما شمال الصعيد. ما انتوا المنيا في كتير. لا 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 ما فيش. شمال الصعيد بص، والناس الثانيه يعني زي ما تقول عندها مناعه. يعني هل فكرة ان الصعيد عندهم مناعة صح ضد كورونا ده حقيقة؟ مش الصعيد يعني، هم كل الناس كتر الصعيد، عايز الصعيد تموت وتعيا، ده هم اللي تعبانين. يعني انتم ما تنجوا علينا ان احنا عندنا هتتصحى شويه. امال الصعيد؟ انا في الصعيد ولا انا منين؟ يعني انتم يعني انتم ما تنجوا علينا، مستكترين علينا حته الصحه. لا لا بس صح. عايزين يجينا كورونا ياك يجينا عيار ونرتاح. احنا كنا منتظرين النهارده انك تجيب المهمش والحرفوش. الحرفوش كنا هنجيبه يعمل حلقه هنا كبيره. فين وفين؟ ما جاش. كنا عايزين الحرفوش يعمل معانا حلقه هنا واشرخه بالفاس نصين ونرتاح منه. عشان ده بص ده جايب له جلطه. ليه؟ جلطه مين؟ ده جايب له سكر الحرفوش. تقول له شمال يجي يمين، تقول له يمين يجي شمال، ولا ما يسمحش الكلام ابدا. يعني بص جايب لي جايب هيوقف دمي. زي مين كده؟ زي مين؟ زي ابن موزه؟ زي تميم ابن موزه اللي مستخبي دواه. خليك مستخبي يا تميم، لما نشوف اخرتها معاك. دورك باقي. والناس اللي هي تقول ايه لاردوغان؟ اقول لاردوغان خف عن مصر، لان مصر لا عندها غله ولا عندها تب. شوف بلد يضحك عليها، خد منها حته طرد، اصنع داعش، بالك شويه سلاح لحد، ودي شويه عيال مرتزقه يحرسوا القصر الاميري في قطر. انما مصر مالكش دعوه بيها، مش قدها. مصر محروسه ومذكوره في القران، وهتفضلك يا اردوغان بعد الكورونا. وكل واحد اتكلم، الناس اللي بتتكلم في الخارج على مصر، مبارك البغيري الصحفي اللي اتكلم على مصر، النائبه البرلمانيه صفاء الهاشم، كل واحد اتكلم على الدوله بتاعتنا مش هنسيبه. وهنعكوا طيب. واحنا حاليا مش سايبينه يا حبيبي، وهنحطه في براس ابوك. واحنا لسه هننتظر اي حد يسيل لمصر ولا مؤسساتها ولا شعبها ولا جيشها ولا امنها، هنتصدى له وهنسخر منه. اي حد ضد الدوله المصريه ولا اتكلم عليها بسوء، احنا هنتصدى له. واحنا ايه؟ ما بنخلص، احنا الفراعنه. ماشي استاذ عادل، نرجع تاني للموضوع النقابه المهنيه. يعني هل انت خلال الفتره الجايه متوقع ان يصدر القانون في ظل ان في بطء في مناقشه القانون من قبل مجلس النواب؟ انا شايف ان المفترض يبقى فيه على الاقل حتى تطمينات بذلك. يعني احنا النهارده الدوره البرلمانيه الحاليه قربت على الانتهاء 2020، اخبر حضرتك. فاحنا بنتمنى ان قبل انتهاء الدوره البرلمانيه الحاليه ان يناقش قانون نقابه الفلاحين، قانون نقابه الفلاحين المهنيه، وده يكون حاجه تطمن الفلاح في 2020. وده طبعا يعني حاجه ده كلام عايزينه بعقود، عشان اللي بينجح عادل بيه يقول لك يعني استناني هعمل كذا. بعد ما يخش البرلمان جرموت سمك وجير داخل البرميل. ما تشوف بص يعني احنا معنا عملنا فيديو، تقول تروح تمضي يقول لك عايز اخلص ورقه ولا اعمل حاجه، يقول لك مشيه. هو ما فيش غير كده؟ انت بعد ما نجحت ودرت وعملت مزيكا وضحكت على الجماعه بشويه
سكر وشويه رز وانتخبوه عيب. بروح طب ما انتوا ليه ما بتختاروش الشخص الكويس من الاول؟ هو في حد اختار واحد هنا؟ انتوا ليه مش انتوا اللي بتختاروا؟ مفيش حد عادل تحت قبه البرلمان الا من رحم ربي. كلهم يقولوا المصلحه فقط. مصلحه مصر الاول، مصلحه تقدر تخدم الشعب ده وتتكلم عنه؟ اتفضل يا اخي، ما تقدرش يخليك في كوزك لما حد احنا منعوزك. احنا مش عايزين. يعني احنا بنوجه رساله للدكتور علي عبد العال بسرعه مناقشه القانون النقابه المهنيه. خبال حضرتك لجنه الزراعه والري المفروض تبقى تتحرك، ولجنه الزراعه والري تتحرك شويه في حاجه زي دي، لان دي كانت احد توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناقشه قانون النقابه المهنيه للفلاح، ودي هتبقى انتصار كبير للفلاح في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. واحنا بنقول بقى لكل الناس في ظل اللي احنا بنعيشه حاليا، احنا محتاجين نصبر شويه، محتاجين ان احنا ناخد بالنا من نفسنا شويه، محتاجين ان احنا نمسك على ايد بعض شويه، محتاجين ان احنا نخاف على بعض شويه، واحنا في ازمه كبيره عايزه وعي. وبخاطب كل الاعلاميين وبخاطب الاعلام بكل يعني بكل طوائفه، سواء الصحافه او الاعلام المصري او الراديو، يبصوا على انهم الفتره دي مزيد من الوعي وتصدير الوعي للشعب المصري في كل الاحوال وفي كل الاحداث اللي بتحصل، سواء الاحداث الارهابيه اللي بتحصل نوع الناس، سواء الازمه الناس الحالية. الناس عندها وعي. يعني شايف احنا كنا لسه يعني في اول امبارح كنت في بولاق او في الوراق، كنت شايف طفل صغير عامل بندقيه من الخشب وممثل دور المنسي في الشارع. ما هو الجيل ده بقى، الجيل ده ما تخافش عليه، الجيل الصغير ده، الجيل الصغير ده ما يتخافش عليه. ليه؟ لان جيل طلع دلوقتي بيتعلم صح، بيتعلم دينه صح، بيتعلم الوطنيه صح، بيتعلم معنى كلمه الاخاء في الوطن مع اخواننا المسيحيين صح، بيتعلم يعني ايه ارهاب صح، بيتعلم يعني ايه خيانه وطن والناس اللي بتخون البلد صح، عارف مين اللي بيشتغل صح، عارف قيمه جيشه اللي بيحميه صح، عارف قيمه الشرطه المصريه اللي بتجيب له حقه صح، عارف قيمه تفعيل القانون صح. النهارده على قد اضرار السوشيال ميديا شباب واعي، على قد ما في مميزات كتير جدا جدا جدا، ولكن شرط هذا الموضوع ان الناس توجه الناس للمسار الصحيح، والشباب هو المستقبل. على فكره احنا مشكلتنا في العقول اللي مر عليها 20 و30 سنه وبقت عندها 50 سنه و70 سنه، خبر حضرتك دلوقتي انها مش قادره تفهم المستحدثات الامور. انما الشباب الصغير الاولاد دول ما تخافش عليهم، واعيين، شباب واعي، واخد بالك؟ لان انت عندك النهارده ده مع وجود التحديات كتير بتواجهها، في منهج الوضع الحالي النهارده، مصر الاول مره في تاريخها تدار باجنده، ستيب باي ستيب، خطوه تلوها الثانيه تلوها الثالثه. تمام. فالنهارده ده بيحصل في مصر، اللي ما حدش ياخد باله منه ان البلد حاليا بتدار باجنده صح. مزبوط. في خطوات بتتاخد على اعلى يعني مستوى. ان شاء الله احيانا ساعات بتيجي احداث تعرقل عجله التنميه، تاخد بالك حضرتك، مفتعله عشان توقف ده، لكن بنعديها وربنا سبحانه وتعالى بيقدرنا. انما احنا لو احنا بصينا على 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 مصر، لا، مصر بتتقدم على المستوى العالمي، بتتقدم على المستوى الاقليمي، بترجع دورها، بدات تنتج، بدا عندها في ايجابيات صح؟ هو في سلبيات بس فرديه صح. سلبيات فرديه. طب انا عاوز رساله اخيره علشان احنا الوقت بتاعنا، عاوز رساله اخيره منك او تعليق اخير او كلمه اخيره على عموما بالنسبة للفلاحين، بالنسبة للفلاحين وبالنسبة للحكومة وبالنسبة للدولة، نقول اللهم اجعل مصر عامرة بشعبها الطيب وجيشها الوطني وشرطتها المدنية، وارحم شهداء الوطن الذين ضحوا بأنفسهم من أجل استقرار الدولة المصرية والفاتحة على أرواح الشهداء في شهر رمضان الكريم. استاذ عادل، كلمه اخيره. كلمه اخيره بقول يعني ربنا سبحانه وتعالى يكون في عون مصر كلها، قياده وشعب وحكومه،
بقول ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله يرفع عننا الغلاء ويرفع عننا الوباء ويعد مصر من ازمه كبيره زي دي. وبقول لكل الناس احنا الصبر، وحتى ربنا سبحانه وتعالى خاطبنا قال اصبروا وصابروا. مظبوط واخد بال حضرتك؟ فمش مطلوب الصبر، لا مطلوب المصابره كمان، واخد بال حضرتك؟ دي صيغه مبالغه في الصبر. فاحنا الفتره اللي احنا فيها دي احنا بنحارب، كنا الاول بنحارب اعداء الوطن بس، النهارده احنا بنحارب فيروس كمان مختفي، ثوره فيروس مختفي. خد بال حضرتك بلد بتعن في هذه الايام، وكويس الحمد لله ان احنا ماشيين كويس، ان احنا ماشيين في دول، في دول كبرى في الدول الاوروبيه. بنشكر وزاره الصحه على بلد. المجهود الكبير اللي بتقوم بيه الوزيره ووزاره الصحه حاليا تجاه هذا الفيروس اللعين. والجيش الابيض، بنشكر الجيش الابيض كله، كل اطباء وندعو المصريين للالتزام، وندعو المصريين للالتزام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لك فليسعك بيتك. مظبوط. انا بشكر حضرتك جدا استاذ عادل زيدان رئيس مجلس اداره شركه افرولاند ورئيس جمعيه شباب مزارعين من مصر من فدان. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا جزيلا لحضرتك الله يحفظك. الله عيسى الفلاح، وان شاء الله الرئيس هيسمع الرسائل بتاعت حضرتك في البرنامج. مشاهدينا شكرا جزيلا لكم، كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم ورحمه الله على كل شهدائنا من الجيش المصري. انتظرونا ان شاء الله الخميس المقبل حلقه مهمه جدا عن مطهر اقوى من الكحول واطول اقوى من الكلور في مواجهه فيروس كورونا. انتظرونا الخميس المقبل 9 مساء، انا ومعكم شعبان بلال.